اتسمت العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة باستمرارية التواصل والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين نعم وقد جمعت الشقيقتين وحدة المصير وروابط الأخوة ووشائج القربة حيث أنها تميزت بالتطور المطرد على كافة الأصعدة انطلاقا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمعهما تجاه مختلف القضايا شهدت العلاقات البحرينية السعودية نمواً ورسوخاً بفضل توجيهات واهتمام جلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين، فعلى مر العقود والأزمنة شكلت العلاقات البحرينية السعودية نموذجاً في الأخوة التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتنامية، حتى وصلت إلى مستوى متقدم من التنسيق في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية. والتي ارسى قواعدها الاباء والاجداد، وبلغت اعلى مستوياتها من التكامل والترابط وتطابق المواقف خلال العهد الزاهر لجلاله الملك المعظم. وفي السياق ذاته فقد تميزت العلاقات الثنائيه بين البلدين بمواقف تاريخيه ثابته التي دائما ما تؤكد مملكه البحرين من خلالها اعتزازها بالمواقف الاخويه المشرفه للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه كعمق استراتيجي وحيوي لامتنا الخليجيه والعربيه والاسلاميه وحصن منيع للاسلام والعروبه وتجمع جلاله الملك المعظم واخيه خادم الحرمين الشريفين زيارات متبادله مباركه عززت التاكيد على قرب وعمق العلاقات الاخويه بين الشقيقتين فحفاوه وحسن الاستقبال والمميز لطبيعه اشتياق الاشقاء لبعضهم البعض والكلمات المتبادله تجسد التكاتف والتضامن والعلاقات الابديه القائمه بين البلدين والشعبين الشقيقين الى ذلك تمضي مسيره التعاون الثنائي المشترك قدما نحو المزيد من التطور والتظافر لاثراء انجازات العمل المشترك وتعظيم النتائج الايجابيه المتطوره الناتجه عنه بفضل الرعاية الملكية السامية والتوجيهات الرفيعة لقيادة البلدين الشقيقين هذه القاعدة الصلبة أسست على ثوابت لا تقبل المزايدة وتسير على درب ومصير واحد وهدف مشترك في السراء والضراء حيث أنها دائما ما تكون تحظى بدعم واهتمام من قبل قيادتي البلدين ليقفان على الدوام في صف وخندق واحد لايمانها بوحده الهدف والمصير طلال نايف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين